السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورنا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومدوج زمانو تدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. بمناسبه العروض اللي احنا عودناكم عليها من زمان في المزرعه القديمه، لازم نعمل عروض في المزرعه الجديده. ايه هي العروض اللي احنا هنعملها؟ العروض مش جراوي ولا حاجه، العروض الجوازات. معانا طبعا مجموعه من الكلاب ذكوره، طبعا اقل جوازات فيهم بيكون بسعر 2000 جنيه، لكن من النهارده باذن الله لحد يوم السبت سعر الجوازه هيكون 500 جنيه. تعالوا كده نتعرف عليهم ونشوف الكلاب ايه. طبعا معانا غضب يا جماعه، بيتبول لكل عشاق تربيه الكلاب البيتبول، الناس اللي حابه تربي بيتبول. طبعا اكيد كلكم غنيين عن غضب غني عن التعريف، وكلكم عارفينه وشايفين جرويه قبل كده. معانا فزاع طبعا من الكلاب الرط، طبعا ليتو لهواة الكلاب الجيرمان الورك لاين اللي هي الشورت هير، تمام. طبعا من ولاد ليتو لو فاكرينه، الكلب القديم بتاعنا. معانا بقى معانا ميلو بس معانا ميلو. طبعا يا جماعه كلكم عارفين الكلب المالينو جوزته بكام. لما تجوز كلب مالينو عامل 35000 جنيه تجوزه ب 500 جنيه، طبعا ده كلام تاني خالص. تعالوا نعرف اللي بعد منه. لاكي طبعا من الكلاب الجولدن اللي هي معروفه جدا، ومن طبعا من الكلاب الجميله جدا، ومن الكلاب اللي هي دمها جميل جدا. طبعا مواصفاته واضحه كحجم كشكل كمواصفات، طبعا برضو بسعره 500 جنيه. تعالوا بقى نشوف اللي بعد كده. همر بس طبعا همر غني عن التعريف، وكلكم عارفينه همر بحرف اله علشان محدش يقول انت مسمي اسم تاني. طبعا برضو بسعر 500 جنيه. همر يا جماعه احنا بنجوزه ب 3000 جنيه، من 3000 ل 500 جنيه، يعني في فاصل 2500 جنيه. الكلام ده من النهارده لحد يوم السبت. بعد كده مايلو طبعا برضو من الكلاب اللونج هير الشو لاين، تمام. طبعا برضو جوازات بسعر 500 جنيه. كلابش لسه صغير مش تبعنا يا جماعه، مش محسوب في الحسبه، بس هو طالع كده في وسط اهله، تمام. تعالوا بقى ريتش من الكلاب الشو لاين، يعني احنا كده معانا اثنين شورت هير زي طبعا دي من المجموعات اللي معانا ومن العرض اللي احنا منزلينه على اليوتيوب النهارده. ده لكل متابعين كابتن ابو نور، للناس اللي هي بتتابع قنواتنا، الناس اللي بتستنى الحلقه اللي احنا بننزلها، الناس اللي هي دايما بتدعمنا بكلمتها الحلوه، الناس اللي بتشجعنا في المزرعه هنا. باذن الله من يوم ورايح هتشوفوا حلقات ما تخطرش على بالكم، وهتعرفوا حاجات ما تخطرش على بالكم. تابعونا يا جماعه، ودي المجموعه اللي معانا النهارده كلها جوازات كلاب متجوزه قبل كده ومخلفه كذا مره، تمام. كمان في حاجه معانا من هنا لحد يوم السبت برضو، اي حد هيحجز لكلب تدريب احنا بندرب الكلب ب 3000 جنيه بسعر 2500 جنيه في الحجز من هنا لحد يوم السبت، تمام. كمان في ايه تاني؟ في باذن الله عصافير هننزلها، وباذن الله في حمام هننزله، وفي اسعار رهيبه جدا هتسمعوها وحاجات جميله جدا هتسمعوها. ده الحمد لله من نعمه ربنا ان انا ماليش شريك في المزرعه هنا او ليا حد ان يحكمني باسعار او باي حاجه زي كده. اسعار مش هتتخيلوها، وباذن الله لو في عندنا جراوي هتسمعوا اسعار تحت الارض، مش هقول لكم فوق الارض، اسعار تحت الارض، يعني اسعار كل الناس هتربي كلاب، وكل الناس هتجوز وتشتري وتبيع وهتعمل كل اللي نفسك فيه. في الاخر نقول لكم تحياتي ليكم، اكيد انتوا عرفتوا الفرقه بتاعتنا ومتابعينهم كل يوم. الكلام ده لمتابعين كابتن ابو نور بس. تحياتي لكم جميعا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الموضوع يا جماعه لحد السبت بس. تحياتي لكم، مع السلامه.